معاناة ضو عمر محمد الأستاذ الجامعي بكلية التربية بتيجي فاقت قدرته وعائلته على التحمل، إذ يقاسي مرض سرطان الرئة منذ العام 2016، واضطر إلى رحلات علاجية مكلفة ومتعددة لكل من صبراتة وتونس. نطالب الجهات المسؤولة والأمور المهنية، الأشخاص مسؤولين بالأمراض، إنما فيش باس إن كان يدور التفاتة زتوك يشوفوا الحالات، لأن يا سهل بال إحنا تو عائلة 8 أنفار، يعني قديش واحد بيوفر مصروف زي في ظل المعيشة الصعبة زتو، تلقى حتى البنزين هي ما فيش تو هني، مواصلات سيولة ما هناش شيء، حتى المصارف هو عند أبوي معيش يا خفيف فاتح في طرابلس، مرات بالسنة ما نمشلاش ما ندور فيش سيولة ما ندوروش فيها بكل هذا بطاقة، هذه حالة جزء من الأزمة، يعني ظروف مادية صعبة شوية الحق مع المرض، هو كذلك العلاج يبي علاج حتى الأعصاب يبي تكلفة يعني شوية. تكلفة الجرعة الواحدة من العلاج الكيماوي بلغت 3000 دينار، ما فاقم الأزمة المالية لكل العائلة، خاصة وأن ابنته أيضاً بحاجة إلى العلاج بعد أن ترملت في حادث مروري أصابها بشلل نصفي وأقعدها. أصدقاء الحاج ضو يداومون على زيارته ويتأسفون لتدهور صحته، وما زالوا يتذكرون شغفه بالقراءة وتعلقه بالكتاب، وها هي كتبه في مكتبة بيته تشكو هي الأخرى غيابه عنها وعدم قدرته على الإمساك بها بين راحتيه منذ فترة. قبل ما يتعرض للمرض هذا كانت هذه مكتبته الدائمة في وقت الراحة، طبعا يرافق الكتاب ويجلس مع الكتاب ويقضي وقت فراغه مع الكتاب، وبعد ما تعرض لهالألم الحقيقة بعد شوية، لأن خلاص الظروف الصحية هي اللي خلاته يعني في ألم شديد. نتمنى من الجهات المختصة في دولتنا بالإمكانيات الطيبة اللي فيها وبالخير اللي فيها إنها لا تبخل على الإنسان هذايا وغيره من الحالات اللي بها الظروف هذه. أسرة الحاج ضو تناشد المسؤولين كي تتكفل الدولة والجهات المعنية بعلاجه ونقله إلى تركيا أو ألمانيا ومساندة الأسرة مادياً في غياب معيلها وعجزه عن العمل.